انا في الصيف. بقولك ايه؟ لا لا ايه يا وليه، وانا لسه قلت حاجه؟ ما انا بقول لك لا عشان الطموح ما ياخدكش لبعيد وفي الاخر اقول لك لا، فانا بختصر واقول طب بالنسبه للبيت اللي عايز يتنضف ده يا ست هانم، هتنضفيه امتى؟ لما الشتا يجي. شتا ايه اللي يجي يا وليه؟ انت اتجنيتي؟ انت عايزه تسيبي البيت كده هو لحد ما الشتا يجي؟ طب الاوضه اللي احنا بننام فيها دي بقى زريبه. يا حموكش الجو حر نار، كل ما بتحرك ببقى مش طايقة نفسي، يستحيل اعمل حاجة في الصيف، لما يجي الشتا بقى وعليك خير. ايوه، ولما بيجي الشتاء بتقولي لا اصل الجو ساقع وانا دفيت رجلي خلاص ولو اتطبقت السما على الارض مش هتحرك. ايوه الجو يبقى ساقع اعمل لك ايه يعني؟ طب وبعدين يا ست هانم ايه الحل ان شاء الله؟ انت صيف شتاء السلك ضربك. الحل ان انت تتجوز. لا يا شيخة بقولك ايه، انا مش عايز هزار، دماغي وجعاني لوحدي. والله يا حموكشة مش بهزر، بتكلم بجد، ده الحل الوحيد، شوف واحدة تتجوزها تخدمك وتخدمني. اصلي من الصبح يا حموكشة وانا دماغي ايه وجعاني ومصدعة ونفسي فنجان قهوة، مش قادرة اقوم ادخل المطبخ هتحرر. يا نهارك اسود يا وليه، عايزانا اتجوز عشان مش عايزه تقومي تعملي حاجه. حرانة يا حموكشة حرانة، اعمل ايه؟ كل ما بتحرك جسمي مولع نار مش قادرة، انا حاسة ان الشمس قاعدة معانا في الشقة. هو ده حالك لوحدك؟ ما الناس كلها حرانه بس بيعملوا اللي عليهم، انا حران وهموت من الحر وبروح الشغل. انت بتروح الشغل وبترجع بعد كده بتقعد قدام المروحه وتعمل اللي انت عايزه براحتك، وعايز تنزل مع اصحابك تتهوى تقعد على البحر، لكن انا محبوسه في البيت وشغل البيت ما بيخلص. شغل البيت ايه اللي مش بيخلص يا وليه؟ ما البيت مكركب اهو، امال انت بتعملي ايه لما شغل البيت ما بيخلصش؟ اللي بعمل ايه؟ بقوم من النوم يا اخويا اخد لي دش كده واحط الميك اب بتاعي والبس لي حاجه خفيفه وافطر وامسك الموبايل واقعد اتصفح، مش بتعب كده انا ولا ايه؟ لا انت كده بتتعبي الصراحة. خلاص انا موافق على الحل اللي انت قلتيه، اروح اتجوز واحدة تانية، اشوف واحدة كده تكون صحتها كويسة مش زيك مفيش منها فايدة. برافو يا حموكشة، يلا يا حبيبي ما تتأخرش، بس بسرعة والنبي عشان حد يعمل لي فنجان قهوة.